عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا يا جماعة الخير جميل لكم فرق بين الفلاتر الصوت المايك لويتي، ثم بضع لكم اكثر كذا واخليكم مع الفيديو. طيب يا جماعة الخير، اول شيء نبدأ عندنا هو اللي هو الفلتر العادي، فلتر جدا بسيط زي ما تشوفونه، جدا عادي. هذا طبعا الجاي مع مايك بلو يتي، هذا يعتبر اقل الانواع موجودة من المايكات. طيب هذا هو شكله جماعة الخير بعد التركيب، شكله يعني مش بطال، عادي جدا، ما في اي ميزة. هذا يسمى اللي هو البوب فلتر يسمونه، او الفلتر هذا اللي يمنع الصوت انه يضرب على المايك ويسبب شوشرة. احنا ان شاء الله راح نجربه مع انواع الثانية، اشتريت كم نوع. طبعا هذا اللي يجي معه ستاندر، اللي بدون ما تركب اي شيء يجي معه في الكرتون، هذا هو. او بنوريكم النوع الثاني الان. هذا يا جماعة الخير اللي هو الفلتر الثاني، لو جيت تتكلم عن طريق المايك تحط الفلتر على الميكروفون على كذا وتتكلم ويضرب الصوت في هنا، بحيث ان الصوت ما يضرب في المايك نفسه ويسبب شوشره. طبعا هذا النوع من شركه نيور، راح احط لكم الرابط حقها، تشتريه من امازون او تحصله حتى محليين هنا مثل بعض اسواق زي سوق او الشيء هذه، قيمته تقريبا 10 دولار او شيء زي كذا على ما اذكر. طبعا هذا ممتاز، يعتبر الفلتر هذا لانك لو خليت في مسافه بينه وهو المايك يعطيك اداء عالي جدا، لكن مشكلته انه ما راح يعزل لك الصوت اللي ورا. مثلا لو بتكلم احد عندك ورا او شيء يعني يقبل جهه واحده بس. لكن ترى حقه الكويس فيه انه زي ما تشوفون الدائره حقه الفلتر نفسه كبيره، فتعطي لو حتى لو يعني تجي عند الجنب او شيء ما راح يضر على المايك. وتقدر تحكم فيه، تقدم وترجع على كيفك، لكنه يضايق شوي لحطته على الطاوله. طبعا كويس جدا، معروف شركة نيور، شركة بشكل عام تصنيع الصوتيات ممتازة. طبعا هذه القاعدة حقت المايك، هذه هي، تقدر تركبها على قاعدة الميكروفون، تركبها على الطاولة، أي مكان تبي، ويركب على أكثر من ميكروفون، هذه ميزة ثانية برضو. وريكم آخر شيء عندنا موجود، هو اللي هو اشتريته أنا من علي إكسبرس، آخر واحد عندنا. ثواني بس وريكم. طيب يا جماعة الخير، هذا هو عندنا البوب فلتر الثالث، كويس فيه، تحسوا يا أخي ناعم مرة شعره، ما شاء الله كأنه صار له شعر لكنه مشيب شوي. هذا طبعا الفلتر اشتريته من علي اكسبرس وهو المفضل عندي صراحة. أول شيء شكله جميل ومتناسق لونه مع لون الميكروفون بالنسبة لي، برضو أنه أحسه أنه أفضلهم عزل، لأنه ما شاء الله ترى كثيف مرة الموجود على الشعر. أول شيء هذا. طبعا الماركة حقت الفلتر اللي هي البلو منتس او شيء زي كذا، البلو منتس هذه شركة جديدة، واعتقد انه جدا عجبني صراحة، او شيء انه شكله عجبني، وثاني شيء الملمس حقه رهيب، والعزل حقه برضه ممتاز. لكن جماعة الخير حنا راح نسوي بإذن الله، راح نشوف هل هو في فرق بين الفلتر هذا ولا الفلتر هذا ولا من اللي موجود من شركة نيور. راح نجرب لكم الان في الصوت ونشوف هل في فرق ولا ما في فرق، فما بيطول عليكم كذا واخليكم على التجربه. طيب يا جماعه الخير، هذا صوت الميكروفون بدون اي فلتر بدون اي شيء، هذا صوت الميكروفون بدون اي فلتر وبدون اي شيء. طيب يا جماعه الخير، هذا صوت الميكروفون مع الفلتر حق بلو يتي اللي جاي معه في الكرتون، هذا صوت الميكروفون مع فلتر بلو ياتي اللي جاي معاه في الكرتون. طيب يا جماعة الخير، هذا صوت مايك بلو ياتي مع بوب فلتر حق نيور، هذا صوت مايك بلو ياتي مع فلتر نيور. هنا عندنا آخر شيء اللي هو مايك البلو منتس من علي اكسبرس، هذا هو مايك بلو ياتي مع الفلتر اللي هو بلو منتس من علي اكسبرس. طيب يا جماعة الخير، هنا وصلنا لآخر الفيديو، لكن قبل ما ننهي الفيديو يا ريت تصوت معنا، هل تلاحظ في فرق بين البوب فلترز
ولا كلها واحد؟ يعني اقصد هل هو في فرق بين البوب فلتر الغالي والبوب فلتر الرخيص، او اصلا ما في فرق اصلا بدون او بها؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنتس او اكتبوا لي فوق، راح يطلع لكم زي العلامة التعجب. ما بيطول عليكم اكثر من كذا جوعة الخير، قربنا نوصل 3000 مشترك، بقى اقل من 150 مشترك. اسف على القطع، كان بسبب اختبارات، لكن الحمد لله ختمناها باذن الله يعني بشكل ممتاز. الله يوفقنا جميع، ووفق كل طالب وموظف وصغير والجميع ان شاء الله، جميع المسلمين. فما بيطول عليكم اكثر من كذا، كان معكم باسم من قناة هيسوكا، السلام عليكم.